عملية الاختطاف هي طبعا عملية مستنكرة من كافة أفراد المجتمع، تنم على فشل ذريع في قيادة البلد من الحكومة، يتطلب تضافر الجهود الأمنية وإعادة هيكلة في وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظات. لا أقصد تغيير مدراء أمن المحافظات فحسب، وإنما يجب أن تكون الهيكلة لإعطاء الأدوار للأكفأ في قيادة إدارات الأمن. ظاهرة الاختطاف أصبحت ظاهرة منتشرة في كثير من المناطق، وهذه جريمة لا يقر بها الشرع ولا القانون ولا الأعراف، جريمة بكل معنى الكلمة. اختطاف منهي عنه شرعا، وديننا الإسلامي ينهى عن هذه الحاجات، ولكن نقول للذين يقومون باختطاف الناس اتقوا الله في أبناء أوطانكم وحافظوا على وطنكم، لأن أوطاننا لأن وطننا أمانة في أعناقنا جميعا، وهذه ظاهرة يعني قد كما قلت ينبذها الإسلام والدين والعرف والتقاليد جميعا. الدين هذه الظاهرة الذي يعني ليست في الدين ولا في الإسلام ولا في العرف الإسلامي، ونطالب القيادة الأمنية ممثلة بوزير الداخلية بمدير الأمن وكافة القيادة العسكرية والأمنية بسرعة القبض على الجناة، لأن هذا العمل لا يرضي أبناء المحافظة ولا يرضي أبناء الشعب اليمني كافة. ليست من الدين الإسلامي الحنيف الذي وجاء رسالة رحمة للعالمين، ولا كنا نتوقع أن يكون هذا في مجتمعنا يوما ما. الاختطاف حالة سلبية في البلد، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود بالمحافظات، و يعني ندين هذا الاختطاف في المحافظات بشكل عام. ظاهرة الاختطافات يعني تعود على المواطن نفسه، يعني ربما يتعاون مع الأمن، ربما يتعاون مع يعني يكون متعاون مع الدولة، يعني وهذه الظاهرة تختفي على يعني من المجتمع. نشتي دخل هذه المحافظة الأمن والاستقرار، ونوجه وزير الداخلية إنه يعمل يحل قضايا هذه الاختطافات. ونتكلم عن اختطافات كثيرة ذيًا باليمن، يعني نشتي نقاط الأمنية تكون مشددة الحراسة. طيب أستاذ دكتور منذر، في تعز جماعات مسلحة وفي تعز أفراد مسلحون، هم الذي بشكل عام هذولا قد يكون الجماعات طبعا لها أهداف لها تريد التوازن، لكن المشكلة أيضا الأشخاص عاجبهم وغير منظمين ولا يتبعون لهذه الجهة. إيش الأخطر على تعز؟ ما الذي يجب كيف يجب أن يتعامل مع الطرفين؟ هذه القضية مرتبطة بكل القضايا الأخرى، الفقر، الجهل، تدني مستوى الوعي، الجهل. وإذا كان قدوة أحسن الناس متعلمين على أساس إحنا ومدري إيش، هذه للأسف يبدو عنوان يعني أو موال غنيناه زمان عن تعز وظلينا نغني إلى الآن. وأنا أتذكر كلمة لوالد فاضل لو أذكر اسمه، قال لي أنا أكثر ما أخشى على تعز وعلى اليمن من أنصاف المتعلمين، ولا أخشى عليهم من الجهلة، لأنه أنصاف المتعلمين هؤلاء مشكلة أكثر من الجهلة أنفسهم، لأنه يعتقد أنه قد وصل إلى مستوى. لكن أيضا أستشهد هنا بمقولة قالها لي أحد الأصدقاء حتى أحتفظ له بحق الأدب في الفكرة لأن عجبتني جدا، عندما دلل أو استشهد بالحوارية التي دارت بين الله سبحانه وتعالى وبين أبونا آدم وبين إبليس، وكيف أن الله منع إبليس آدم من أن يقترب من الشجرة فاقترب بإيعاز من إبليس. عندما سأل الله آدم لماذا ارتكبت الخطأ، قال أنا أعترف أن أخطأت وأتوب إليك، بينما إبليس قال أنا ما ليش علاقة، هو أكل من نفسه وشوف هو من اللي علمه. فأنزل الله إلى الأرض هذين النموذجين ليبنوا الأرض، آدم الإنسان وإبليس الشيطان. إذا رأيت في هذه الحوار تجد مسألة بسيطة جدا استشهادا لما قاله الأخ فكري، أن من الآدمية ومن صفات الإنسانية الاعتراف بالمسؤولية، بينما من الصفات الشيطانية الإبليسية أن ينكر. ولذلك أنا لا أقول أنه من يقع في موقع المسؤولية ولا يعترف بمسؤوليته هناك خلل في آدميته ويتجه بالاتجاه الآخر. نحن في تعز مسؤولون، قيادتنا في السلطة المحلية مسؤولة، ولكن أقول أيضا قيادتنا في السلطة المحلية محكومة بإمكانات ومحكومة بمركزية شديدة. رجال الأمن مسؤولون، أنا ألاحظ أن رجال الأمن باستمرار يبرروا، يذكروا أنه لا ليست لدينا إمكانات. إذا كانت في حال في قبل أسبوعين أغلق شارع
لمدة تجاوزت 3 أسابيع بحجة أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية مهددة. عندما أمر أنا كمواطن أجد شارع مغلق تحت هذا المسمى، كيف سأشعر بالأمان؟ وهذه أنا سأعود فيها إلى الدكتور. صحيح الشارع الذي من بعد الجحملية عند إدارة الأمن كانت إدارة الأمن مهددة، وبقية الناس وبقية الشوارع عادي إذا هم مهددين، أهم شيء كيف تحموا إدارة الأمن. هذه كانت تهمة خطيرة بالنسبة لكم. أشوف أخي العزيز بالنسبة للسياق الأمني اللي حصل أو إغلاق الشارع، فعلا كانت لدواعي أمنية، لدواعي أمنية وأيضا لوجود كان معلومات بأنه في استهداف لمواقع معينة أمنية وعسكرية، وهذه المواقع طبعا موجودة هي إدارة أمن المحافظة وأيضا الشرطة العسكرية، قيادة المحور والشرطة العسكرية، وأيضا يوجد ما هو يعني صندوق الائتمان أو البنك المركزي. طبعا هذه منطقة مهمة جدا. طبعا اللجنة الأمنية أو الأجهزة الأمنية تقدر طبعا هذا الوضع وهذا الموقف، فاتخذت هذه الاحتياطات كإجراءات وقائية. أولا أنها سلامة يعني لما قد يحصل لا سمح الله يعني أثناء مرور الناس في الشارع، سواء كان سيارات أو مشاة أو إلى غير ذلك. هذه من ناحية أولا احترازية، ومن ناحية أيضا وقائية لضمان وسلامة الآخرين. ليس الهدف هو حماية أيضا الأجهزة الأمنية أو قيادة المحافظة، أيضا يعني الهدف أيضا أن تحمي من يعني قد ربما يتعرض لا سمح الله بالمرور إلى في هذا الشارع الذي يعني هو يعني محل أنظار الذي المستهدفين لهذا الهدف. وهذه كانت يعني عبارة عن مدة مؤقتة ورفعت الآن، فتحت الشوارع. كنا بس نحتاج أن تعمم فقط، كنا عندنا أمل أن يعمم هذا النموذج المصادر. تعمم إيش؟ أن تكون كلها كل الشوارع مقطعة؟ أن تكون تعز كلها محمية أمنيا، أن تكون تعز كلها تحت بس المية. بس بدون خرسانات طبعا. بدون خرسانات. طبعا أنا موجود مدير أمن جديد اللي هو العميد مطهر الشعيبي يتكلم على أنه لديه خطة ويبدو جاد كثيرا في ذلك. أستاذ فكري، إيش الأنسب في مواجهة شعب أو مجتمع كما قلت شعر بالنقص فتبندق والتهديد بإنهاء مدنية المدينة؟ إيش الأنسب، المواجهة وإلا التذكير بأهمية مدنية المدينة؟ يعني ما الذي يجب أن تقوم عليه السلطة القائمة الآن خاصة أمنيا؟ والله شوف، أنت لو عرفت، لو نظرت إلى طبائع الناس أصلا في كل منطقة فتلاقي العلاج المناسب لهم، أنه تعز تواجه يعني في مسألة أنه تتحمل سلاح، تواجه مسلحين يعني أنا غرق بحر من حلبة ولا تخرج، لأنه السلاح أصبح بيد الناس، هذا شيء يفرح كأنك ماشي وانت ماسك فارسة الأحلام، لأنه الناس فراغ. الحال اللي تعز ولليمان بشكل عام أصلا، إيش اللي خلى الناس يروحوا يعملوا كذا؟ أنه المشروع الحاضن، مشروع الدولة الحاضن، هو ما هلوش. كل إنسان هو طاقة بالنهاية، هذا مش الشباب كلهم هم طاقات. الطاقة هذه ما أفرغت لا بالمدارس، لأنه المدارس خلاص رجعت معسكرة، تمام، يدرس وروح، واحد يروح ناقل ما، واحد يروح يستلم الكدوم، واحد وما فيش طاقة، هذه ما فيش، لكن في حصص لا موسيقى ولا رسم ولا عاد في رياضة. الطاقة هذه إيش بتعمله؟ يا بيفرغوها يا بجنس، يا بيفرغوها بدين، يا بيفرغ. طيب أوكي، الدين حلو، خلي الناس تحب الله، لكن أنت تحب الله وكيف؟ أنك تحب جارك، أنك تحب تعمل الخير، انك تحب تصحي الصباح وانت مبتسم، انك تحب انه ما تسببش اذيه، هذه محبه الله الحقيقيه. ماشي محبه الله ان اتحمل السلاح واروح اقاتل واحد ثاني هو زيي يقول لا اله الا الله. يعني يذكرونا ايام ما كنا صغار نخرج الحاره نلعب نشوف مسلسل تاريخي وخرجنا فريقين بالحاره نتسايف كل احنا نصيح لا اله الا الله، ما عاد داري منو مننا منو اللي مسلم من صدق، وتقتل لك واحد وتروح فرح قتلته كافر مشرك. وهذا هو اللي حصل اصلا. تعز محتاجها، يعني تعز هذه فيها أكثر ناس عندهم رأس مال تجار، هذهم بيكونوا بمنتهى اللوم إذا ما حسوش بمدينتهم. هيجي أطرف واحد يخطف لهم واحد من عيالهم وغرمهم زي اللي بيدفعوها الحارة كامل. الناس مش محتاجين تعز، عادي طرية، ما هيش يعني ما أنا ما أشوفش إن الموضوع مقلق. الموضوع مقلق لو استمر الناس ما انتبهتش وتعتبر إني وعكة صحية. الوعكة الصحية هذه
السرطان اذا كبر وما اكتفيتوش محتاجة انشطه، الناس محتاجة انشطه. الان اللي يروحوا صاعده يعني اتخيل حارتنا ثلاثه يموتوا، ثلاثه من بيت واحد يموتوا يا شيخ. حتى بأحد ما ماتوا ثلاثه من بيت واحد، ثلاثه من بيت واحد يموتوا، ليش راحوا قاتلوا بصاعده؟ طيب هذا ما يعرفوش ان معهم ام معهم اهلهم. طيب ويتقاتلوا جيران أبا ممكن هذا جار قدو مع السيد أنا مدري مع الحوثي، وهذا قدو مع السلفي، والمسافة اللي بين البيتين زي المسافة بين حين وحين ما فيش حتى فاصل. يعني الناس لا فين تروح ولا ما حسوش أيش اللي يخلي هذو الناس. أنا مثلا أعرف أنا عايش بحارم، أنا ومؤمنذر عايشين بحارم في بشباب مليان، لا حصلوا وظائف للمؤتمر الشعبي العام. استوعب الناس جلس يكذب عليهم طول الفترة هذه بس خلاهم مجرد عضلات لأيام الانتخابات، ولا الإصلاح يعني استثمر طاقة الناس هذه وحولهم لأوادم، كلهم حولهم لعبوات ناسفة ومضاربين مع فكرة واحدة. لا الحوث الحوثي الآن يتمدد إيش ولا الناس أصعده وكلهم سلاح. الهدف من هذا كله إنه الناس تفرغ طاقته في أنشطة رياضية، في هذا والتجار كلهم، لكل واحد منهم يتبرع بالشهر باثنين مليون بثلاثة مليون يعملوها بيش. هذا من الناس اللي بيروحوا صعده يفتكروني رحلة، ورجع كل واحد منهم يحس انه قد قريب بينه وبين الله مسافه بسيطه. ليش؟ لانه قد قرئ قران شويه وقد حس وغطى حاله الفراغ اللي عنده اصلا. غطي له الفراغ، خليه يقرا قران ايوه حلو، خليه يصلي بس خليه يمارس انشطه ثانيه. الفكره باقامه انشطه ومنتديات ونوادي ترجع تعز زي ما كانها، تعز احمد بن الوان وتعز الانسي وايوب والرياضه. طيب. على تعز قوارح كل. طيب انا ساعود اذا للسؤال على ذكر السياسه، الكل يحكم في السياسه، ما الذي يحرك هؤلاء؟ ما الذي يحركهم بالتحديد؟ هل صحيح البعد الطائفي يحركهم؟ هل مصالح الفلوس؟ بغض النظر عن موضوع اللي تكلم فيه الأستاذ الفقري واللي تكلم فيه أنت موضوع الفقر، لكن لا يمكن أن يكون الفقر مبرر، ما هو إحنا فقراء من زمان أصلا. لا، عندما يكون فقر ويأتي أزمة سياسية تأتي أحداث سياسية المسألة بس الكل مشترك مشتركين. صحيح. تروح للديوان المحافظة كلهم تحصل المؤتمري والاشتراكي. نعم. والناصري والإصلاحي موجودين بنفس التفصيل والتقسيم اللي تفضلت فيه. الأصل أنه في إدارة الأمور الناس عندما في كمجامع لا تقود، المجامع لا تدير، من يديرهم أفراد، والأفراد هم الذين يصيغون الرؤية والبقية يعمل وفق هذه الرؤية كفريق عمل. محافظنا في تعز، محافظ تعز، أنا أعلم يقينا أن الأخ شوقي أحمد هايل يمتلك رؤية، وأعلم يقينا أنه رجل يؤمن بالشراكة المجتمعية، وأعلم يقينا أنه رجل ليس لديه توجهات حزبية ضد أو مع، وإنما هو رجل يعمل بحيادية وبوطنية وبمسؤولية، هو رجل مسؤول حقيقة لديه رؤية في رأسه. من هم بجانبه يريدون أن تكون هناك رؤى أخرى هي التي تفرض عليه. الأصل أنه صاحب الرؤية ونحن نعمل معه، إن فشل هو مسؤول عن هذه الرؤية ويتحمل المسؤولية بدرجة أساسية ونحن شركاء في المسؤولية، وإن نجح أيضا نفس الشيء، لكن أن نكون بجانبه ونريد أن نفرض أجنداتنا الحزبية عليه، هذه أعتقد أنها مسألة في غاية الأهمية لإبراز الاختلالات التي تحدث. عندما يكون هناك شيء جيد كلنا شركاء في صناعة هذا الشيء الجيد، لكن عندما يكون هناك خلل يتحمله شوقي أحمد هايل لوحده، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك قلت لك من صفات الإنسانية والآدمية الفطرية والأساسية في الإنسان هي الاعتراف بالمسؤولية. مسألة المصالح أنا أقدر أقول أنه في هذه الأعوام القليلة وصلت إلى قناعة أنه البعد الشخصي هو الذي يطغى في كل شيء. لم أعد أصدق أن هناك حزبية حقيقية، ولم أعد أن هناك مناطقية ولا حتى قبلية ولا جهوية ولا فئوية ولا طائفية ولا مذهبية، كل ما يحرك الناس مصالح شخصية تحت كل هذه العناوين. من له مصلحة مع حزب يقول أنا حزبي، لكن إذا لم يحقق مصلحة من خلال هذا الحزب هو ليس حزبي، وهذا الحزب فيه وفيه كل العيوب سيقولها. فهي هي مسألة طبيعية يعني ومسألة إنسانية بحتة أن الإنسان يتحرك بمصالحه، لكن القضية الأهم من ذلك أنه مصالحي لا ينبغي أن يكون تحقيقها على حساب ما ضرر بالآخرين. نحن نحقق مصالحنا جميعا بتكامل بين المصالح. نعم.